انتهت مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين الرجاء المغربي وشبيبة القبائل بفوز الرجاء الرياضي المغربي بنتيجة 2-1 على شبيبة القبائل، حيث سجل أهداف الرجاء الرياضي كل من سفيان الرحيمي بالدقيقة 5 بالشوط الأول وبن ملنجو بالدقيقة 14 بالشوط الأول، أما هدف شبيبة القبائل سجله زكريا بولحية بالدقيقة 46 بالشوط الثاني. مبروك للرجاء الرياضي المغربي كأس الكونفدرالية الأفريقية، كأس الكونفدرالية الأفريقية مغربية هذا الموسم مغربية. مبروك للرجاء الرياضي المغربي وهارد لك لشبيبة القبائل الجزائري.